عاد العداء الجزائري محمد علي جواند إلى أرض الوطن قادما من كينيا بعد افتكاكه للميدالية الفضية في اختصاص 800 متر ضمن بطولة العالم لأقل من 20 سنة التي جرت بالعاصمة نيروبي. وكان في استقباله وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق. حبيت نكون حاضر لهنا باش نبين باللي بإمكانيات جزائرية بالتدريب في ولاية بسكرة، بإمكانيات محلية بمدرب من نفس الولاية، وقدر يطلع البوديوم ومازال عنده إن شاء الله أمال في المستقبل أنه يحقق نتائج أعلى. بور دير كو الإمكانيات كي تعود موجودة تعاون حقيقة، ولكن الإرادة والعمل والمثابرة تخلي تحقق نتائج أكثر، والناس تفهم ولا الرياضيين يفهموا باللي الوصول للبوديوم هو الصناعة نتاع البطل. الحمد لله تحصلت على المرتبة الثانية، دربنا بزاف في ولاية بسكرة ووفروا لنا بزاف إمكانيات، ثم الحمد لله كنت مداير باش نطلع الدرابو تاع الجزائر والنشيد الوطني، مي الحمد لله جات الميدالية الفضية، وهذا كل بفضل المدرب تاعي وفضل التدعيمات تاعهم في بسكرة وفي الوزارة وفي الاتحادية.